باذن الله، مو باذن البشر، البشر ما يشفي حد، الشيخ ما يشفي، الشيخ ما يشفي، السيد ما يشفي، الدكتور ما يشفي، الشفاء كلها من عند الله سبحانه وتعالى. هسه تشوفون ان شاء الله تعالى، استاذ شاي ختام من افرده، بس تسالك قبل يمكن ما يمكن. السلام عليكم. كيف بابي وياك؟ السيدة أباك تشيتوا؟ شنو دولة هاتيا؟ دولة مالية ما بمردوي. هو كم مردي وياه ولا؟ نك 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 عقد شيء بتوش تبيجي؟ شوف هذا الحال. زور باشا زور باشا. استا شوف استا وقت ما شايف كم مردي وياه استا قرآن الزخين بس نرقي عليه قرآن هسه ينهض ويطيب إن شاء الله. عده ما يشوف ما يمشي صار سقى صار فقدان الذاكرة. حصة يطيب بإذن الله تعالى وبركة القرآن. لما طابت لازم كلكم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا اللي يصور بالكاميرا حر أي تصويتك أزاد. اللهم صل على محمد وعلى آله. بس توزك مجال ممنوع. شوف هذا المرأة شوف حسة إن شاء الله حسة إن شاء الله شوف صايرة مثل ميتة حسة هي يطيب بإذن الله تعالى وبركة القرآن حتى كلكم ترجعون إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن معجزة لا تنسوها. يلا حاضر شوف قرآن هسه يشفيها بإذن الله حتى تشوف الصورة منو يشفيها إذا مو رب العالمين. لا تبكون شوفوا مع قرائي وكاكم يدوي تصوير كده جديد تشيتوا داي كامل كاكم يدوي تصوير لو ده جديد دلي هذا بنتي أبشي علمت بنتي هيش صاير فقدان الذاكرة مثل ميتة صاير استغفر جبتو تو تشد بيجي استغفر الله يقول اني اخدمك اصير خادمك استغفر الله انت امي هسه بنتك يطيب باذن الله تعالى الداكي اكيديه دليك شي من دقيقه دغيا زرت دوكم مردي وايا حسه ان شاء الله يطيب باذن الله استا ان شاء الله تشارك بيتو على متيجي نتكلم باللغه العربيه الاخوان العرب يشتكون على اللي يقول انت تحكي بس بالكردي شيخ حقهم هم لازم يحكوا بالعربي حتى هم يفتحون معجزه القران بس تحكي بالكردي ما يصير لازم نحكي بلغتين اللغه العربيه المباركه والقران لازم نتي باللغه العربيه اكثر واكثر واكثر بارك الله فيك يا شيخ ان شاء الله شوف هسه نرقي على القران اوتوماتيكيا يطيب باذن الله تعالى دير بالكم شيخ ما يشفي على الدكتور علي ما يشفي انا رجل بسيط ولكن قران شفاء ومعجزه شوفوا هسه شلون هسه يتحرك يوتيوب ابد لا تمشي هسه دقيقه ما شاء الله ما شاء الله صار يبتو ما شاء الله زور دقيقه يعني بدها تازيه بس ان شاء الله قسمك ان شاء الله شوف هسه شلون بس نرقي على القران هسه يطيب وينهض ويمشي باذن الله واذا مريض فهو يشفيني باذن الله تعالى شوف باذن الله مو شيء بسيط باذن الله تعالى يا ايها المرض امشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هسه باذن الله وبركه المعجزه القران سيطيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا هسا عمياني هسا عيوني افتح بإذن الله افتح عيونك بإذن إخوان شاود بكوا بإذن الله تعالى افتح عيونك يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ماما لا تبكي هسه يطيب إن شاء الله لا تبكي ماما لا ما قد يسأل تشاهدك إن شاء الله ليه ده مش هالعجب تشاهد بكو افتح عيونك بإذن الله تشاهد بكو بإذن إخوائي هسه عيوني افتح إن شاء الله صور شوفوا بسم الله الرحمن افتح عيونك بإذن الله تشاهد بكو بإذن إخوائي قورا تشاهد بكو بإذن إخوائي قورا شايب كو بإذن إخوائك افتح عيونك شايب خوب كو بإذن إخوائك قورا افتح عيونك بإذن الله تعالى يا أي شاب بكري وبإذن إخوائك تبارك وتعالى أي شاب بكري شوف عيونك شلون يتحرك هسه يريد ينفتح هسه يفتح إن شاء الله يلا شايب كو بإذن إخوائك قورا أي شاب بكري يلا أي شاب بكري وبإذن رب العالمين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله افتح عيونك بإذن الله تشاهدكوا بإذن إخواي تشاهدكوا بإذن إخواي أين خوشي درت ولا شيء بإذن إخواي قورا يا الله يلا خش كيما تشاهدوا
اصبروا علينا 10 دقائق صبرتان لما بدي دقة إن شاء الله أنا عندي يقين بالله هسه هي طيب لأن مرض مالها مو بسيط بس يم رب العالم يم قرآن كلش بسيط بس من الناس بس لا يحشون بس يصبرون صامة كان إن شاء الله بوي معجزة قرآن تان بإذن إخوائنا خوش برو أخرج يا أيها المرض طيب بإذن الله تعالى افتح عيونك تشاركوا بإذن إخوائي قولا افتح عيونك بإذن الله تعالى يا الله يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا الله اللهم صل على محمد يا عظيم يا جبار يا كريم اللهم صل على محمد شفت عيونه فتح له ما فتح فتح هسه يطيب إن شاء الله انهض بإذن الله هستو بإذن إخوائي قولا هستو بإذن إخوائي قولا شاركوا هستو بإذن إخوائي انهض بإذن الله انهضي بإذن الله انهضي بإذن الله انهضي بإذن الله ولو ناوع إخوات شاركوا بإذن إخوائي شاركوا بإذن افتح عيونك بإذن الله شاركوا ما بيتك يا ما بيتك يا شاف يخو بكو عيونه شوف عيونه اللهم صل على فتح له ما فتح يلا خليني صلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد هسه هم يحكي ان شاء الله هسه هم يحكي ان شاء الله دا يخو بكو شكامل شكامل دا يخو بكو دا يخو بكو هسه ان شاء الله هي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر شوف جسمه شلون يتحرك من معجزة القرآن بركة القرآن عظمة القرآن أخرج يلا خش كامل شاي أخو بكوا بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله هل يخو بنا كامل شو الصوت هو الحمد لله يطلع يلا يلا عسنا خش كامل يلا خش كامل شاي أخو بكوا يلا بيجي أشهد أن لا إله إلا الله أشوف يقول ولكن صوت ما الله أكبر خش كامل نستي خو بلنكا عسى إن شاء الله إيده هم يتحرك خش كامل ديت دينك خو بلنكا بيجي يا الله صوت صوت الله أكبر خش كامل نستي خو بينا خش كامل نستي خو بلنكا نستي خو بينا دست اليمين تحرك بإذن الله يا إيد اليمين تحرك بإذن الله يا إيد اليمين شوف برع معجزة ومعجزة وهذا الإيد اليسرى تحرك نستي خو حركة شباب حركة فيبقى يلا انت يلا دستي تشبع حركه فيك بلنكا باذن الله تعالى تحرك يا ايها الايد اليسرى يلا 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 شوف اللهم صل على محمد وهذا هو معجزه القران وبركه القران خش كيما جهزته راس بابو خيستوا لست يا خوبي نقش وريني كتاب بعد جيش من اشكي بدل هسه خش كامل هسه يا الله خش كيما ساي خوب لك هسه بدل جيش من اشكي على بلا هستوا هل استنوا انهض باذن الله على استنوا هسه خش كامل هيدي 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 يلا هيدي 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 يلا 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 زور باشا يلا يلا زور باشا خش يمن خش يمن داي دستي خو دستي خش يمن داي شاي خو بلنكا شاي خو بلنكا زور باشا يلا خش يمن داي سري خو بلنكا خش كامل داي شاي خو ولا داي خو بلنكا داي 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 ما شاء الله ما شاء الله يلا خش يمن شوف تدريجيا رب العالمين ايش فيها وهذا كله بركه القران ومعجزه القران بريدا بريدا بابا خويا انا شدي خش يمن بخذها انا شدي بس تاخذ كيك كوا داي 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 بريدا كيك كوا داي 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 بريدا بريدا خش يمن شيء من شايخ بنكا لحد الآن هسا 50% طيب هسا ما نقبل أي شيء هسا لازم يمشي ويحكي ويتحرك خش كمان تتالكوا هنابي تالكوا دي 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 حرب بجي افتح عيونك هسا إن شاء الله خلال 5 دقائق نرقي لهنا بهذه الغرفة حتى لأن وقت يمنا 8 ناس كثير جايين حتى نكمل ونخلص بس هسا خش كمان هستوى حلستين نوا هسا خش كمان هستوى يا الله يا الله هسا يا الله هسا بروح يا الله يلا هسه خش كامل هسه يلا 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 يلا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شو كمل؟ سر خبلك؟ يلا بيداني. يلا بخذ برو. يلا. شوف هسا 70% طابت، باقي 30% هالشيء يطيب بإذن الله. ارجعوا يا أيها الناس إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. بردن بابي بخورك مش كامل. شوف. هي حركة قدامها عافية عافية. يلا 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 يلا. مشافة معافية أبويا مشافة معافية. يلا أخت العزيزة هسا 70% طابت، باقي 30% هسا إن شاء الله بإذن الله. وبركة القرآن هسا يطيب ويجي. نرجع خلال ان شاء الله 5 دقائق نشوفكم ان شاء الله تعالى. قربان ازيك نقدي مجال ما بين نجوري بقى قرآن. يلا كلام ما شاء الله ما شاء الله يلا خلينا نصلي على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه خش كي من هذه الأشياء. ده قد بس كنا هولي لا. ده اسمي هولي. إيه شارب ده. ده قي خوب شك بلنكا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن. خش كي من. شفتوا هذا الأخ كان ميت مو صحيح. منو شفاها؟ أقول عليه إحنا صرنا السبب. خش كي من هذه الأشياء. خلكي كذي. يعني أعيش بالسيبيران. انتم شفتوا اخت العزه كانت هي ميته ولكن رب العالمين شفاها وهذا هو معجزه القران. تعالوا اختي امشي ولا شيء رب بشر ربي مبارك بي اوش معجزه القران يا ده شهاده كيف بلند دقي خبنا كان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله سيده ولا تبابي بي سيدة.